لزيارات كثيرة في دول العالم، خصوصا آخر 3 شهور في عدة دول، سواء في شرق آسيا وفي الوطن العربي أو في أوروبا. ودائما نلتقي مع المستثمرين يعني، ونسألهم يعني سؤال عابر، طبعا هاي عينة بسيطة مش أعداد ضخمة نقدر نبني عليها دراسات للسوق الخاص فينا. نسألهم السؤال: هل استثمرت في الإمارات؟ طبعا تجي الإجابة لا. ليش؟ كثير من الناس، وهذا أرجو أن يأخذون الكلام إخواننا في الحكومة بصدر الرحب، وأنا أشارك أخوي النقطة اللي قالها، كانت النقطة أن أنتم عندكم الاستثمار غالي، البلدية، الدار الاقتصادية، العمل العمال، الفيز، القصص كلها هذه لما يحسبونها، مع أن الشركات اللي التقينا فيها ما نتكلم عن SME ولا نتكلم عن وسط، نتكلم عن شركات عالمية، شركات ضخمة، ويتكلمون يحسبونها قاموا بالفلس.